ارحب هنا في الاستوديو بالمخرج السينمائي السوري نجدة أنزور. استاذ نجدة، اهلا بك. بدايه، جمله من الانتقادات وجهت هذا الفيلم تحديدا لشخصيه او لاختيار شخصيه الملك ملك عبد العزيز ال سعود تحديدا. هناك كثير من الشخصيات المحوريه في ذلك الوقت من الزمان هذا اولا، والربط بين الدين والتسامح والتطرف. اول شيء بشكركم على الفرصه، وانا بعتبر انه وجودي اليوم هون هو نتيجة رحلة طويلة شاقة ومتعبة قدرنا من خلالها نقدم هذا الفيلم. بالنهاية هذا فيلم سينمائي، يعني هذا ليس موقف سياسي. الفنان عليه أن يفكر ويفكر بعمق الآن بما يحدث في المنطقة العربية من عنف. من أين أتى هذا العنف؟ ما هي جذوره؟ من أين أصبح المواطن العربي يعيش حالة خوف وقلق على مستقبله ومستقبل أبنائه وعلى مستقبل بلده؟ فيستدعي منا التفكير العميق والتأمل لنرى من أين أتت هذه الأفكار. هل هي نتيجة يعني تراكمات عبر الزمن بأخطاء سياسية معينة بمفهوم مغلوط للدين؟ من حق أي فنان أن يراجع، وأن خصوصا إذا كان مثقف وعنده مشروع مثلا بدي أقدمه، يعني هو ليس فنان فقط ليعمل أعمال للتسلية. فهذا العمل هو عمل جاد، وهو في رحلة البحث عن جذور العنف من أين أتى. لكن في ذلك رسالة بأن جذور العنف كما تصفها أستاذ نجدة كأن مصدرها ومنبعها السعودية، والسعودية كدولها كغيرها من الدول العربية اكتوت بنار الإرهاب بين قوسين. ليس في ذلك إجحاف وتشويه لشخصية السعودية، لشخصية مؤسس الدولة السعودية في ذلك الوقت، وهو معروف بنمط العلاقات القبلية الذي كان سائدا في شبه الجزيرة العربية وغيرها من الدول من حيث الغزوات وتوالي الغزوات، فينسب إلى هذا الملك المؤسس بأنه قام بتوحيد الجزيرة العربية بالرغم ما يقال من أن استخدم السيف واستخدمت القوة. شوف، هلا فينا نبرر نحن ونقول هلا يعني لازم أن لا نخشى تاريخنا نحن ونقرب منه. ما في شيء اسمه والله أنا في عندي يعني عباءة من القدسية موجودة على بعض الشخصيات ممنوع أنك تقرب عليها. هلا أنا لامس جزء من الحقيقة في هذا الفيلم، ممكن غيري يجي يقدم هذه الشخصية بشكل إيجابي جدا، أنا ممكن أقدمها بشكل يعني بين الواقعي والشفاف خلينا نقول. هلا هذه وجهات نظر تبقى. أنا أبحث عن جذور هذا العنف، أنا وجدت أنه نحن لما بنحكم الناس بالسيف والقرآن فنحن بعيدين عن الحضارة والمدنية، بنكون عم يعني بنحط الناس في قالب يدعو إلى العنف. هذا العنف موجود في العالم العربي الآن، أين مصدره؟ من أين أتى؟ ليس فقط من أنا لا أقول من السعودية، أنا بقول من شبه الجزيرة العربية بشكل أو بآخر. يعني تحديدا كلمة السعودية هي أصلا هي اسم عائلة وليست مملكة. يعني أي إنسان الآن أنا بقول أنا من أبناء الجزيرة العربية. للأسف حتى في قانون الجنسية السعودية لحتى لفترة الخمسينات لما طلع القانون كان كل مواطن مكتوب على جوازه أو مكتوب على هويته تابع التابعية، يعني هو يتبع للعائلة. حتى صاحب المهنة بيقولوا متسبب، متسبب في اللغة العربية يعني اللي هو بيتسبب، يعني يعني في قيمة للإنسان. المواطن العربي بشكل عام بحاجة إلى مراجعة لتاريخه، هي ليست قصد الإساءة. أنا حبيت الشخصية، لو ما حبيتها ما بعمل عنها فيلم. هي تقبل الشيء الإيجابي تقبل الشيء السلبي. أستاذ نجدة، ذهبت بممثلين إنجليز، هل كان صعوبة الحصول على نجوم عرب أو نجم عربي ليقوم بدور الملك عبد العزيز؟ ثم هل من المهم أن يعرف الغرب الحقائق التاريخية إنجاز التعبير أو ما وقع في تلك الحقبة أكثر من أن يعرفها المواطن العربي، ولهذا ذهبت إلى إنتاج هذا الفيلم تحويشت العمر كما قلت باللغة الإنجليزية فقط؟ نعم، سؤال كثير جيد هذا. يعني أولا في كثير من الشخصيات أنا عرضت عليهم الفيلم ما قبلوا لي أسباب تتعلق بمصيرهم، يعني بموضوع دخلهم مع العلاقات المهنية. وبعدين الشيء الأساسي اللي دفعني أنا باتجاه الغرب هو أنه الفيلم لو عمل باللغة العربية هذا لن يرى النور، سيؤد كما تؤد النساء. موضوع مفهوم هذا معروف يعني في العالم العربي. نحن بحاجة إلى الآخر لكي يرى ويسمع، بحاجة إلى سوق أكبر اللي هو السوق العالمي، واللغة الإنجليزية هي لغة عالمية، بالتالي هذا سيأتي إلى العالم العربي ولكن سيأتي من فوق مثل ما بنقول. لكن سيأتي بطريقة يعني مختلفة. سؤال أخير، الوقت بدأ يداهمنا، شرحت لهذا الآخر إلى الغرب تحديدا دور الغرب في ما وقع في الشرق، وتتحدث تلك الفقرة هي فترة سايس بيكو تحديدا. نعم، إعادة تقسيم المنطقة اليوم هذا ما يحدث الآن.
الأخطاء اللي حدثت في الماضي يجب أن نستفيد منها لا نكرر هذه الأخطاء مرة أخرى. هناك سايكس بيكو جديد الآن قبلنا أو رفضنا تقام في المنطقة، نخشى على بلداننا من إعادة تجزئتها وتفتيتها من جديد، ودور الفنان هنا أن يسلط الضوء لعله أن الجيل يستفيد ويفهم هذا الواقع. ونحن لسنا ضد السعودية ولسنا ضد شعب السعودية ولسنا ضد أي شعب عربي آخر، أنا فنان إلي وجهة نظر يجب أن يحترمها الآخر كما أنا أحترم وجهة نظر الآخرين. أشكرك المخرج السينمائي السوري نجدة أنزور على الحضور وعلى المشاركة مع بي بي سي، شكرا جزيلا لك. شكرا.